تحرب كواليس من فوزي الأقجع خصوصا خاطر يقولوا المغرب ولات نافذة في الكاف ولات قوية قوية في الكاف صحيح الموجودة هذه سيرتو الاسبيرونس قبل ماتش الذهاب زوج حكام طلبتهم ما يتعاينوش اللي هما قسما سيكازوي تجي في مقابلة الإياب تعاينهم الزوج واحد في الميدان وواحد في الفار فما قذف فما نية رئيس الاتحاد الافريقي يختم من مدغشقر ثم مدغشقر فيها كبرى تسمعت مرة مدغشقر طلع في الكرة كان قبل رئيس وقت اللي أنا تم انتخابي في 2004 كان هو رئيس الاتحاد على مدغشقر كان مسكين يتسول على اليمين وعلى اليسار توا هذاك يهزوه ويجيبوه ويفرحوا به ويعملوا له ويعين وينحي وإحنا شوف تحس ما نيجي سيستيمو بيتا يا أخويا شوف المنافس متاعي نقرأ له ألف حساب نية وش بيني هو كنية مبيت أنا رقدت يعني أنا راقد ماني أنا بدي نتحرك وأنا بدي نعرف شي زمني نعمل معناها كي نحكي نقول أنا معناها ترجي معناها حمدي المد معناها نايم على وذنيه الزوز ما هو بزادة فايق هو ويعرف اللي هذا ما يدخلش فينا معناها ما الشك بل بالعكس يعطينا صورة على منافس معناها فقد التركيز متاعه وبدأ يلوج على أشياء جانبية فهمتني والحكم ويجي صفر سي لقجع هو بيدو في رادس علما وانه البارح يتفضل. الفريق نتاعو خسر في نهائي كاس الكاف نهضت يتفضل كان رئيس معرفة بيها نعم سيدي عندك معرفة بيها ولا نعرف وين نعرف نعرفهم كلهم اخي اي معناها صار نافذ معناها للدرجه هذه حركه كونتاكت بيناتكم حاجه كونتاكت لا لا نعرفهم انا يعني يحترمونا ويقدرونا وحنا كنا نافذين رانا في الكره الافريقيه وفي الكره العالميه يعرفوها سيم شيبوبرا وطارجي مش حاجة أخرى إذن من حقهم هم باش يتحركوا وإحنا وين إحنا باش نتأثروا معنا بحكم ولا إحنا علمنا الاتحاد الإفريقي فقط الملاعبين مركزين باش يربحوا الوداد بالتحكيم وبسي لقجع وبسي محمد أحمد ولا شو اسمه اللي غني هذا أحمد أحمد ولا شو يقولوا له ما يقلقناش ما تخرجوناش على التركيز متاعنا يا جمهور الترجي خليه الهيئة المديرة خليه حمدي المدب يركز الأسبوع كامل باش يحضر الفريق متاعه ما تتسألوش على التحكيم ما تأرانا الترجي جاهزة لكل السيناريوهات.